السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناة الانتصارات. الكثير منكم سألني لماذا لم تقوم بتنزيل حلقة، كيف نقوم بفتح الشبكة عندما نقوم بتخطي الآيكلود. أصدقائي، لكي أكون معكم واضح وصريح، لا توجد حتى الآن أي طريقة مجانية لفتح الشبكة، فقط هناك طريقة واحدة وهي طريقة مدفوعة، وهو موقع eRecoveryMod Tools كما سوف تشاهدون معي. هذا هو الموقع eRecoveryMod Tools، هذا موقع صادق حتى الآن 100%. الكثير شرح هذا الموقع، وحتى الآن الموقع فهو شغال، فقط ثمن الفتح يكون بثمن مناسب، ليس غالي وليس رخيص، فهو بثمن مناسب. الذي يوجد عنده أموال سوف يقوم بفتح جهازه بدون أي مشاكل، يشتغل معك الجهاز حتى ولو قمت بإطفائه، يشتغل معك الإشعارات، أي شيء، تقوم بتنزيل التطبيقات الآيتونز، كل شيء سوف يشتغل معك إذا قمت بتخطي الآيكلود بواسطة هذه الأداة eRecoveryMod Tools. هذه الأداة فقط تشتغل على أجهزة الماك ولا تشتغل على الويندوز، لا أعرف لماذا لا تشتغل على الويندوز، ولكن أصحاب هذه الأداة فقط يقولون تشتغل على الماك. لماذا؟ لأن سوف تحتاج أن تقوم بعمل جيل بريك للهاتف ليقوم بالتفعيل مع البرنامج. سوف أقوم بشرح لكم البرنامج بخطوات. أنا لا يوجد عندي حتى الآن أي آيفون عليه الآيكلود، ولكن سوف أقوم بشرح لكم البرنامج بسرعة. البرنامج يقوم بدعم فقط أجهزة الآيفون التي هي مذكورة على الجيلبريك تشيكرين فقط، كما سوف ترون معي، من آيفون X حتى الآيفون 5S فقط، الأجهزة الجديدة لا يدعمها هذا البرنامج، لا أعرف لماذا، ولكن هناك سر ما لا يقوم بدعم هذا. هناك طريقة سوف تكون قريبا إن شاء الله، فقط مسألة وقت، سوف تكون مجانية، لأن من أقاموا بتطوير هذا البرنامج ومن صاهروا عن تطوير التشيكرين يعرفون هناك سر بعضهم، هناك طريقة مجانية، ولكن سوف يقوم أحد المطورين بإنزال هذه الثغرة، ولابد سوف تكون مجانية. إذن كما ترون هذا هو الموقع، يوجد عليه فيديو يقوم بشرح كيف طريقة تفعيل الآيفون. أنا سوف أريكم خطوة بخطوة، سوف أضع لكم رابط البرنامج أو رابط التحميل تحت الفيديو، وسوف أضع لكم الموقع مباشرة تحت الفيديو. كما قلت لكم، هذا البرنامج فقط يشتغل على أجهزة الماك. كيف نقوم بتشغيل البرنامج؟ فقط عليك أن تقوم بتحميل البرنامج، وكما ترى يشغل من إصدار 12.3 حتى إصدار 13 وما فوق، لا أعرف هل سوف يدعم إصدار 14، لا أعرف، ولكن سوف نقوم. كما يقول هنا، لابد أن يكون عندك التشيكرين، تقوم بتحميل التشيكرين على الجهاز وسوف تشغل الطريقة. إذن تقوم بتثبيت البرنامج على جهاز الماك. طريقة التثبيت، الكثير منكم من يتواجد عنده الماك فهو يعرف كيف يقوم بتثبيت البرنامج. كما ترى هنا، إذن تقوم بتثبيت البرنامج، هذه هي واجهة البرنامج، تقوم بشبك الآيفون. إذا انبثق معك بالأحمر فهو لا يتعرف على الآيفون، عليه أن ينبثق معك بالأخضر. عندما سوف ينبثق معك بالأخضر وسوف تضغط ستار باي باس، سوف تنبثق معك هذه الصفحة، عليك أن تضغط هنا على هذا الخيار بالأزرق، لكي سوف يوجهك مباشرة إلى الموقع، وسوف يقوم البرنامج بأخذ الإيميل الخاص بالهاتف ليقول لك كم الثمن التي سوف تقوم بدفعه للآيفون الخاص بك. كما قلت لكم، فالأثمنة من آيفون إلى آيفون. إذن
عندما سوف تقوم بالدفع سوف ترجع إلى نفس الصفحة ويطلب منك عمل جيل بريك بواسطة التشيكرين. عملية الجيل بريك فهي سهلة، إذن كما ترون هنا تعيد مرة أخرى عملية الجيل بريك، وعندما سوف تقوم بعمل جيل بريك الجهاز سوف يدخل في وضع ديفي مود وسوف تقوم بعمل جيل بريك. إذن كما ترى، إذن وطريقة التخطي سوف تكون على هذه، عندما سوف تقوم بالضغط على ستار باي باس سوف يتخطى الجهاز، وكما ترى التفعيل سوف تمر بواسطة التشيكرين والبرنامج مباشرة. هنا في هذه الوضعية سوف يكون تخطى الجهاز واشتغل معك بدون مشاكل كما قلت لكم. إذن طريقة التحميل فهي تظهر أمامكم، سهلة طريقة التحميل. ما هو الثمن الذي سوف يطلب منك البرنامج؟ إذن نذهب لكي نرى الثمن. كما ترى هنا الثمن يبدأ من 49 دولار حتى 74 دولار كل آيفون وثمن تفعيله، ربما من آيفون 5S 49 والآيفون إكس تقريبا 74، لا أظن، ولكن هذا هو الثمن، هذا الأدنى، وهذا أكثر ثمن يطلب البرنامج وهو 74. إذن أنا فقط قمت بشرح لكم هذا البرنامج أو هذا الموقع بسرعة لكي لا أطيل عليكم طريقة التثبيت. إذا أردتم فيديوهات أو سوف تبحثون على البرنامج، وهنا موجود فيديو يشرح كيف تقوم بالتخطي. أنا لا يمكن لي أن أشغل الفيديو كله. طريقة التخطي كما تشاهدون هي سهلة ويشتغل معك بدون مشاكل كما ترى. أحذف الصوت. كما ترى يشتغل معك بدون مشاكل، المكالمات وكل شيء تشتغل معك في الآيفون بدون أي مشاكل. إذن أنا فقط مضمونة هذه الطريقة 100% وعلى ضمانتي. يلا ألقاكم في فيديو جديد، وإذا كانت أي طريقة مجانية سوف أقوم بتنزيلها مباشرة عندي في القناة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا دعمه بلايك، وإذا كنتم تشاهدون قناة الاتصالات لأول مرة لا تنسوا الاشتراك معي في القناة وتفعيل خاصية الجرس لكي يصلكم الجديد. السلام عليكم وألقاكم في فيديو جديد.